عنين جعانين، الناس بتاعنا عيانين، مستشفيات ما في، لانه اجل بقى المعروف بنعمله في الجنوب هنا المعروف علينا اننا بنعمل كويس الى نقتل بعضنا. ده احد المعروف في الجنوب هنا، لو مشيت يوغندا، مشيت نيروبي، مشيت اثيوبيا، مشيت السودان، بقولوا انتم جنوبيين بتعرفوا تقتل بعضكم. وعندنا ثروات، عندنا بترول، عندنا جاز، عندنا سمك، عندنا مويه، عندنا ذهب، عندنا حديد، عندنا ارض مطر بنزل 8 شهر وما قاعدين نستفيد منها. لا هنقعد نقتل بعض.